مساء الخير. أطلق اتحاد بلديات جبل عامل مشروع زراعي انمائي بيشمل إقامة حقول نموذجية لزراعة الزعتر والخضرة والزيتون والتفاح والكيوي وتربية النحل والدجاج، وذلك ضمن خطة لدعم وتنشيط الزراعات البديلة. وأكد المزارعين نجاح المشروع وإحداث نقلة نوعية بالقطاع الزراعي، وذلك عبر خلق فرص عمل جديدة لإبقاء المزارعين بأرضهم وعدم تفريغ الضياع من أبنية، وأكيد إن شاء الله خطة لتصريف الإنتاج. وبالعودة لطقسنا، حابب يودعنا شهر آب بأجواء صيفية مستقرة ناطرتنا هالويك إند على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط ومستمرة معنا لأيام اللي جاي. رطوبة عالية عم تتخطى 80% على الساحل والرؤية جيدة وضباب على المرتفعات. الهواء متوسط السرعة والبحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة 130 درجة، فانتبهوا منيح من خطر أشعة الشمس وخطر الحرائق اللي بيرتفعوا طيلة فترة الصيف. ليلي طقسنا بلبنان غائم جزئيا واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض بالمناطق الجبلية مصحوب بضباب على المرتفعات، أما الحرارة على الساحل عم بتسجل 20 درجة. لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع ضباب على الجبال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يلي عم تتراوح ببيروت من 24 و33 وفوق جبال بين 21 و26 وبالأرز بين 12 و21 وبالبقاع بين 18 و32 درجة وبجنوب بين 18 و28 درجة. وهلا بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا من عكار حيث عم بتسجل عكار 18، طرابلس 27، جبال 27 و28 ببيروت، وصيدا 27 و26 بسور، والطقس عم بيكون غائم جزئيا. بيت الدين 25، برمنا 27، 25 ببعلبك 16 بالأرز، والهرمل 27 درجة. أما بالنسبة لرطوبة بتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ورياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة وبكرة وبعد بكرة، خلينا نشوفهم سوا. ليلة بتوصل ل 20 وبكرة بين 19 و32 درجة، ونهار التنين بين 20 و31 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا القدس 24، عمان 26، ودمشق 27، ومن بعد القاهرة 29، وبتنتهي جولتنا ببرلين 14 ومدريد 23 درجة. وهيدا كمان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.